بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بدوري وبالنيابة عن جميع حجاج غاب إيران اللي داخل في مطار جدة الدولي، نشكر على حسن التعامل وحسن السلوك وأيضا الخدمات اللي جيدة في هذه المطار وأيضا مطار دولي في المدينة. وجدنا الخدمات كلش جيدة والتعامل كلش جيد، وإن شاء الله نشاهد حج مقبول وسعي مشكور لحجاج جميع بلاد الإسلامية وخاصة بلادنا العزيزة إيران الإسلامي وحجاج الأعزاء اللي هم ضيوف في هذه البلد، وإن شاء الله راح تكون سفرة سعيدة وحج مقبول وسعي مشكور. وأنا بدوري وبالنيابة عن جميع الحجاج أشكر كل الأعضاء والأخوة الأعزاء في المطار وفي الأماكن المختلفة في المدينة المنورة ومكة المكرمة على حسن التعامل وعلى قراءة الخدمات الجيدة لجميع حجاج وخاصة لحجاج إيران اللي في هذه الأيام اللي فاتت شاهدنا حسن التعامل كلش جيد، ونشكرهم على هذا السلوك.